ده موقع للاي جاز، موقع للحاجات البوتاجاز وكده. فرونت اند، هنشوف الديمو بتاعه. مكون من HTML CSS ويوكيت بوتستراب وجافا سكريبت. ده CSS framework. ده شكل الموقع، طبعا شكله لطيف. Egyptian industry company، اول حاجة ليهم. فينا في بار، في الهوم، البرودكتس، اباوت اس، كونتاكت اس. طبعا شايفين طبعا الخلفية بشكل لطيف، والحاجات دي كأنها المواشير يعني. اللوجو، الوان اللي في اللوجو، وده ماشي مع اللوجو، اللون ده ماشي مع اللون ده. طبعا الحركة زي ما احنا شايفين. لو اخترنا بقى تحس من هنا زي من هنا، زي ما احنا شايفين طبعا الالوان بتتغير لما بشاور عليها. البرودكتس، لو اخترنا كده البرودكتس هنزلني هنا صفحة البرودكتس بالشكل اللطيف اللي احنا شفناه دلوقتي. في 3 كاردز، كل كارد فيه العنوان، شكل الصورة والتفاصيل بتاعتها بشكل لطيف. عنوان، شكل الصورة بالتفاصيل بتاعتها، العنوان وشكل الصورة والتفاصيل بتاعتها. وتحت الفوتر في العناوين بتاعتهم، العناوين دي حقيقية، شركة موجودة يعني بالفعل، كان الطلب ان انا اعمل لها الديزاين بتاعها. زي ما احنا شايفين لما بنشاور بيظهر بتغير اللون. ده اسم الشركة على لينكدين. ندخل بعد كده على كونتاكت الاباوت اس، بيظهر لي صفحة جديدة زي ما احنا شايفين، ويديني هنا اباوت زي ما كان هنا اوم. هنا كان اباوت، الاباوت اس بيظهر لي كلمة اباوت اس والتعريف عن الشركة بشكل لطيف. وبعد كده الهيستوري والتقسيمات طبعا بالفليكس بوكس، ده جزء الصورة بالخلفية الجميلة دي، بالديزاين ده ديزاين مودرن طبعا. نفس القصة بديزاين مودرن عكس بعض، حس ان يبقى في تناغم ما بينهم. ونفس الفوتر طبعا، لو اخترنا قلنا كونتاكت اس هيظهر لي في شكل تاني كونتاكت، تمام. هيظهر لي هنا العنوان بتاعهم، أيقونة العنوان والتليفون، الايميل، تمام. هو فورم للكونتاكت، خلفية لطيفة. طبعا لما ادوس سند يبعت لهم ايميل على ايميل الشركة. لو دوست برودكت هنا هيديني صفحة الهوم في الجزء بتاع البرودكت، يعني سواء دوست من هنا هينزلني على نفس الصفحة، لو في صفحة تانية ودوست على البرودكت هينقلني على قسم البرودكت في صفحة الهوم بس. شكرا.